إذا الآن خلينا نطلع على الديزاين. لاحظوا أنا ما كيف ولا إيش لحد الآن كيف نرسمه، ما في مشكلة. ركزوا إنكم تفهموا شو اللي بنعمله، الرسم بعدين بيجي. هو بصراحة الرسم إذا إحنا خلصنا أنت بتصير ترسم عن طريق الأفكار. بس إحنا لازم في الكورس هذا نعلمك كيف ترسم. هلا يمكن مثلا كمان 10 سنين 20 سنة يبطلوا مثلا يدخلوا فكرة الرسم. بس على أي حال خلينا هلا نشوف نفهم إحنا شو يعني روت لوكس وكيف بستعمله للديزاين. لو أنا بدي أعمل ديزاين يوزنج روت لوكس، وعلى فكرة أنا مش راح أحطها، راح أحطها بين قوسين، أنا بدي أصمم بروبورشنال كنترول. يعني أنا بدي ألاقي إيش قيمة كي. فكأن السؤال اللي عم نقوله، أنا لو عندي بروبورشنال كنترولر لاقي لي قيمة كي بتحقق شرط من الشروط اللي بدنا إياها. إحنا الشروط كنا نحكي عنها بالأول، كنا نحسبها حساب زي ما أنتم عملتوا بالكويز، مش هيك؟ جيت قلت لك قديش قيمة الأوفرشوت طلع؟ قديش قيمة الآن؟ هلا هو بدنا نعمل العكس، بدنا نعمل ديزاين، فبدنا نيجي نقول مثلا find k such that زيتا مثلا الأوفرشوت بيساوي 15 عفوا الأوفرشوت مش زيتا MP percent بيساوي 15%. هاي سؤال فلت تغير ضلك تغير كي الان لحد ما الاور شو بتصير 15%. او مثلا اور فايند مثلا كي such that مثلا تايم تو بيك يساوي مثلا 0.45 سكند. مثلا لو جينا على السؤال الاول، انا السؤال الاول عمالي بقول ام بي بدي اياها تساوي 15%. خلينا نفرض ان انا جيت رسمت هذا السيستم، راح احاول ارسم المثال نفسه اللي انا حاطط لكم اياه على الموقع. راح احاول اخذ هون، انا ماخذ سيستم، السيستم هذا سكند اوردر سيستم في زائد 0 ومتزايد 5. احاول اشوف اذا بقدر ارسمهم تو سكيل، نفس السكيل اللي موجود هون. يعني خلينا ناخذ هلا هذه هون، ناخذ هذه هون. هلا راح اخذ سكند اوردر سيستم في بول اوبن لوب بول ات زيرو، 1 2 3 4 5 عندي اوبن لوب ات عندي بول ات ماينس 5. هلا لما برسم روت لوكس احنا لقينا عارفين راح يبدو اضرب البولز الاثنين هذول مع بعض، وعند بولز 2.5 هون راح يصير في عندي بريك اواي بوينت، بنسميها بريك اواي. بريك اواي يعني ينفصل، بيطلع معي انا روت لوكس بهذا الاتجاه، وهون عم بفتش على الزيرو اللي موجود في الانفينيتي، وهون عم بفتش على الزيرو اللي موجود في ماينس انفينيتي. هذا اسمه انفينيت زيرو، في تو انفينيت زيروز. لو في زيروز هون مبينين عندي راح ينتهي جزء منه على واحد منهم، لان هذول صاروا فاينايت زيروز. لاحظوا هون ان بتساوي 2 وام بتساوي 0، اذا ان ماينس ام بتساوي 2 ناقص 0 2. هلا رح نيجي نسال السؤال، بقول انا اذا بدي اوفر شوت، حتى الاوفر شوت انا طالبه هون 15% نفس الشيء. اذا بتحسب من هون 15% رح تلاقي انه زيتا قيمتها بتطلع، انا مش حاسب زيتا هون، حاسب مباشره بيتا. بيتا بتساوي 59 درجه. يعني كوساين 59، كوساين 60 قديش؟ نص. لا كوساين مضبوط بيطلع عندي هذا بيتا هون 59 درجة. هلا لما نرسم هون 59 درجة خلينا نحاول نرسم نفس الرسمة، 1 2 3 هذه تقريبا 4 وشوي، 1 2 3 4 وشوي من هون، هاي الزاوية المفروض تكون 59 درجة. كل النقاط اللي على هذا الخط شو بتحقق؟ ايش الشرط اللي بتحقق كل النقاط اللي موجودة على هذا الخط اللي أنا رسمته؟ بيتا تحقق بيتا، إذا ايش بتحقق؟ كلها الاوفرشوت، كل هالنقاط هاي بتحقق اوفرشوت بتساوي 15 نفس الزيتا. كل النقاط على هاي لها نفس الزيتا ولها نفس الاوفرشوت. اذا لما جينا احنا سالنا السؤال الاول ايش هو؟ لاقي لي قيمه كي بحيث انه الاوفرشوت تكون 15%. انا عم بسال السؤال قديش في عندي النقطه، لان هاي نقطه التقاطع مش هيك مع روت لوكس. اذا انا بيهمني النقطه هاي، وانا عارف انه في بول ثاني كومبلكس كونجيجيت بير 1 2 3 4 في بول ثاني، مثلا اذا لقيت واحد انا عارف انهم الاثنين متماثلين، شو بعمل الان؟ حسب الماجنتيود كونديشن، شو بقول الماجنتيود كونديشن؟ هل هاي النقطة تقع على روت لوكس؟
إذا لازم تحقق الماجنتيود كونديشن. شو بقول الماجنتيود كونديشن؟ بقول إنه حاصل ضرب الأطوال الزيروز، ما فيش عندي زيروز، بحط واحد فوق، مقسوم على حاصل ضرب أطوال من النقطة هاي للبول، هاي عندي بول وهي بول. إذا بوصل خط بالمسطرة من هون لهون. بدي الاقي هذا الطول هذا والطول هذا، والماجنتيود كونديشن بقول إنه كي عند النقطة هاي على P1 طول P1 طول P2 يساوي واحد حسب الماجنتيود كونديشن. وين راح ناقص واحد؟ ليش حطيت واحد مش ناقص واحد؟ ماجنتيود، يعني عم بحكي عن ماجنتيود. الماجنتيود للناقص واحد هو واحد، مش هيك؟ إذا صار عندي من هون K اللي بحقق هذا الشرط يساوي طول P1 في طول P2 بالسيمتري هون. طبعا هذا مش دائما، بس بالسيمتري هون طول P1 على فكرة هو نفس طول P2. هلا بقدر أحققه بطريقتين، بقدر أنا أقيسه بالمصدرة، هيك المفروض أعمل بالهاي جرافيك دي، لازم أجي أقيسه بالمصدرة. إذا قست الآن بالمصدرة راح ألاقي إنه الطول بيطلع 7.3 نفس أوميجا إن الطول. نعم أوميجا إن هي أوميجا إن نفسها، صحيح صحيح، هي نفسها أوميجا إن. هو أنت عندك مكانك تحسبها، هي عندي زيتا أوميجا إن، أوميجا هون أوميجا إن مضبوط، ربع هذا الطول وربع هذا الطول بعطيك هذا الطول. هذا 4.1 وهذا 2.5، لو ربعنا 2.5 4.1. حد يجرب على الحاسب بس يتأكد. وهلا هون طبعا بالانجليز كمان راح يلاقي انه هذا 7.3. بدك تدير بالك لما تشتغل، لازم تشتغل على القياس الرسمي، وتضل لك محافظ على القياس الرسمي. القياس الرسمي اللي انا بستعمله هون هو انه هذا المربع، ما بعرف شو المربع اللي بلقيش بكاميرا الفيديو، هذا عندي هون المربع هذا او الطول هذا، هذا بيساوي 1 راديان بير سنت. لازم تنتبه اذا بتشتغل على هذا المقياس بيكون المقياس بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه. مضبوط طلع سبب واحد في. اذا انا اصباح عندي هي هلا صارت هي عباره عن 7.3 في 7.3 وتساوي 53.7. قديش وحده هاي؟ ايش وحده كين؟ دايمنشنز. اذا شو بعمل الان؟ برجع باخذ كلمه كين اللي طلعت معي، وين بحطها؟ بحطه في الكنترولر تبعنا، البروبوشنال كنترولر، صار في الكنترول سيستم، كلوز لوب كنترول سيستم في البروبوشنال كنترولر، القيمة كي في 53.3. لما بشغل هذا السيستم ايش راح الاحظ فيه؟ انه الاوفر شوت تبعه بكون 15%. طيب لو جينا سالنا السؤال الان بطريقة مختلفة، أو سالنا سؤال مختلف، يجينا قلنا أنا بدي الرايز تايم، أنا حاسب هون الرايز تايم بدي الرايز تايم يكون هو، انا كان لازم اسهل السؤال واعطيكم اياها تايم تو بيك، بس خلينا ناخذها رايز تايم مش مشكله. شو معادله الرايز تايم؟ باي ماينس عندي باي ماينس بيتا، بس بيتا لازم تكون وحدتها ايش؟ ريديانز على اوميجا. انا ماخذ هون الرايز تايم، الرايز تايم طالبه انه يكون 0.3 سكندز، فبدي هذا يكون هون 0.3 سكندز. طب مش لازم كمان زائد قطعين؟ اه ما عشان هيك يمكن انا هون في غلط، هذا المفروض يكون تي بي. خليني اجرب هون تي بي واشوف، انا مش راح اقدر اجاوب هذا السؤال، خليني اجاوب السؤال بالشكل الثاني. يعني هو تي بي بيساوي 0.3 اوفر سكند. اوكي هيك انا سهل عندنا. هلا اذا انا بدي تي بي بتساوي باي على اوميجا دي بتساوي 0.3 سكند، اذا اوميجا دي بدها تساوي باي على 0.3 مضبوط؟ باي على 0.3 قديش؟ 10.47. قديش 10.47؟ هلا حل هذا السؤال، بدي وين هلا هاي ايش وقتها طبعا؟ ريديان بير سكند. ايش مقياس الرسم هون؟ كل مربع بيساوي 1 ريديان بير سكند. اذا راح اخذ هلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا 10.5. عدد هذا الخط هون، خلينا نمحي شوي من هاي. اذا هلا صار عندي عند النقطة هاي، هاي قيمة اوميجا دي بتحقق لي التايم تو بيك، الفيرست تايم تو بيك 0.3 اوفر سكندز. ارسم خط من هون، وعلى فكرة شو نلاحظ صار عندي بالحالة هاي؟ زادت بيتا، مش هيك؟ إذا قلت زيتا، وإذا قلت زيتا شو رح يصير بالأوفرشوت؟ زاد. إذا الأوفرشوت أكيد على الخط هذا رح يكون أكثر من 15 مليم. ولو قست الزاوية هاي الآن بالمنقلة
بتطلع معي الداتا باخذ الانفرس كوساين تبعها بعطيني زي توضر طلع منها الاوفرشوت. هلا نيجي نسال السؤال، طيب قديش قيمه كي بتحط في هذا الرايس تايم؟ شو لازم اعمل الان؟ كيف بدي اطلع قيمه كي عند النقطه هاي؟ مش هاي تقع على بوت لوكس كمان؟ باخذ اذا تقع على بوت لوكس شو لازم اكون؟ بدي اقيس هذا الطول، الطول هذا نفسه، هذا الطول اللي هو نفسه، وهي حتكون قيمه كي اللي بتحط في هذا الفيرست تايم تو. طيب خلينا هذا نقيسه، كيف رح نقيسه؟ في فكره اكثر من طريقه، في طرق سهله جدا نقيسه فيها بالآلة الحاسبة، لأن بدي شيء يصير في مصدر بالآلة الحاسبة، لو أخذنا 2.5 تربيع زائد تقريبا 10.5 تربيع تحت الجذر الثاني، لأنه هذا الطول 2.5 وهذا الطول تقريبا 10.5 10.76 وباي سيمتري هذا رح يطلع معي كمان 10.76 اضرب 10.76 في 10.76 رح تكون عندي كي بتساوي 115.7 قديش تطلع 115.7 هلا هاي بتحقق السؤال الثاني مش هيك؟ ما في مشكله. طيب لو جيت الان سالت السؤال قلت لك صمم لي قيمة كي، طلع لي قيمة كي اللي بتحقق الشرطين، وين النقطة لازم تكون؟ عند النقطة هاي تحقق عندي الاوفر شوت اللي بدي اياه 15%، ما تحقق الرايس، ما تحقق الفيرست تايم بي، مش هيك؟ لأنه أوميجا دي أصغر من القيمة، وإذا أوميجا دي أصغر من القيمة مش راح تكون تي في أكبر، مش هيك؟ حتكون أكبر من 0.3 سكند. إذا هاي النقطة ما بتحقق الشرط، حقق واحد من الشرطين ما بتحقق الشرط الثاني. طيب النقطة هاي شو بتحقق؟ بتحقق شرط البيك بس ما بتحقق شرط الاوفر شوت. وين النقطة حتى لو ما تقع على الروت لوكس، وين النقطة موجودة هون؟ فرجيني إياها اللي بتحقق الشرطين. مد خط نفس الخط اللي وين؟ فرجيني يلا. نفس خط زي ايوه أحسنت، هي علامة علامة بونص أحسن. بس شو المشكلة بهاي النقطة؟ مش عارف. اوكي؟ ماشي؟ هلا هون الديزاين بصير اعقد من كي، بطلت كي تكفي، شو بدي الان؟ بدي ليد كومبنسيتر الليد، او بدي استعمل بي بي ار بي دي، بدي استعمل بي دي بحيث اني اغير مكان الهاي، اذا بشكل اساسي هلا بدنا ليد كومبنسيتر، اذا حتى اخلي هذا الروت لوكس، شوفوا شو بدي اعمل، بدي اعوج الروت لوكس، بدي اعوج هذا الخط واجبر هذا الخط ما يروح هيك، بدي اجبره يجي من هون بدي اصمم كنترولر رح يكون عندي في زيرو وبول في الكنترولر الجديد، الزيرو والبول شو رح يعمل في الروت لوكس؟ بيسحبوا من هذا الاتجاه بحيث انه بطريقه معينه هذا يروح، هلا على الاقل احنا فاهمين ايش اللي رح يصير لما يمر، يعني لازم الان يمر، هلا شوف الشرطين تحققوا، الشرط تحقق تبع الاوميجا دي فتحققت الفيرست تايم بي، والشرط الثاني تحققت 59 ما عندي مشكله، الاثنين تحققوا، بس حتى يصير هذا الكلام صار بدي اضيف بولز وزيروز، البولز وزيروز من وين راح يجوا لنا؟ مش من البلانت، راح يجوا من وين؟ كيف راح يجيب البولز وزيروز الجديده؟ بالكنترولر. اذا الكنترولر راح تبطل بس هون كي، في شيء جديد راح يجي عندي هون جزء من الكنترولر لسه، وبعدين عندي البلانت هون راح تكون جي اوف اس، وهذا هون راح نرجع هون هي الكي الاصلية اللي موجودة عندي اللي لسه ما بغيرها حتى اتحرك على الروت لوكس، بس هون انا ضفت بول زيرو او بضيف زيرو اذا بدي في دي كنترولر، لكن اذا استعملت انا هون ليد كومبنسيتر، الليد كومبنسيتر راح تضيف بول وزيرو، يعني دكتور بضيف ترانسفير فانكشن جديد. ايوه تمام، والترانسفير فانكشن هي مش بلانت كنترولر، يعني انا بضيف كنترولر جديده، ولاحظوا على طريقة اوجاتا، تتذكروا حكينا طريقة اوجاتا طلعت الكي برا عشان بضل اغير الكي ويتحرك على الروت لوكس. الروت لوكس هلا صار يحدد الاوبن لوب بولز، راح يجيني تو بولز من هون. هي وراح يجيني بول وزيرو من البيت كومبنسيتر، والبول وزيرو تبع البيت كومبنسيتر الزيرو راح يكون اقرب اقوى من البول، حتى يكون الزيرو اقوى من البول، مين لازم يكون اقرب من الاوريجن؟ زيرو حتى الزيرو يسحب معي الروت لوكس من هون، فراح الاقي انه في عندي هلا راح يتكون زيرو،
بول جداد وراح تشوفوا هذا الديزاين اللي بدكم تسيطر. المهم ان تكون فاهم الرسم مش مشكله، المهم انكم تكونوا فاهمين ايش فاهمين، انه انا بالبروبورشن للكنترولر. هلا مرات بتحقق مع الشرط، مرات ما فيش مشكله، ممكن في حالات معينه انا اطلب منك، يعني لو انا طلبت منك الرايس نايل او الفيرست نايل تو تي كان مثلا هون صفة، في الحالة هاي الكيبي بحققها بصير اعلى، بس المشكلة عندي هون ما تحققوا الشرطين، لما ما يتحققوا الشرطين البروبورشن كنترولر ما بتكفي انها بتحل المشكلة.